السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس ريم ثابت من قسم الدعم الفني من شركة الناطق للتكنولوجيا. أسعد الله مساءكم بكل خير. عدنا لكم بمقطع توضيحي عن جهاز الفرقان الفريد من نوعه. اليوم سوف نستعرض خيار البحث في الفرقان. طبعا خيار البحث مفيد في حال أردنا البحث عن كلمة معينة، في آية معينة، في سورة معينة. بداية لننتقل إلى من القائمة الرئيسية، ننتقل إلى الفرقان بالبريل، ثم سورة الفاتحة مكية وآياتها السبع نزلت بعد المدثر، بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا نكون قد بدأنا في سورة الفاتحة. على سبيل المثال لنبحث عن كلمة الصراط بما أنها موجودة في الآية. بداية نضغط على الاختصار الخاص بفتح مربع الحوار الخاص بالبحث، وهو حرف الفاء مع زر المسافة، ثم نكتب الكلمة المراد البحث عنها وهي الصراط. ثم نضغط على زر الدخول وهي النقطة الثامنة. سوف تظهر نتائج البحث كما هو موضح، اسم السورة ورقم الآية. فلدينا أول نتيجة سورة الفاتحة آية رقم 6، سورة الفاتحة آية رقم 7، بالإضافة إلى وجود الكلمة في جميع السور ليس فقط السورة اللي توقفنا عندها. سورة البقرة آية 142، آية 213، سورة آل عمران آية 101، سورة النساء في مختلف الآيات، سورة المائدة، سورة الأنعام. سورة الأعراف، سورة يونس وهود، سورة إبراهيم، سورة الحجر، النحل، مريم، سورة طه، سورة الحج، سورة المؤمنون، سورة النور. نعم، آخر وجود لكلمة الصراط في سورة النور آية 46. بعد ظهور النتائج في سورة الفاتحة آية رقم 6، في نفس السورة آية رقم 7، يمكننا الانتقال إلى النتيجة بشكل فوري وهي الآية رقم 6. طبعا من الممكن البحث في منتصف السورة، مثلا نحن الآن في الآية رقم 2 أو الآية الثانية، نضغط على زر أو على اختصار البحث ثم نبحث عن كلمة الصراط. ثم نضغط زر الدخول، سوف تظهر لنا نفس النتائج ويمكن لنا الانتقال إلى النتيجة بشكل فوري. الآية رقم 213 من سورة البقرة. وهنا نصل إلى نهاية مقطع اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وكان محلا للاستفادة وسببا في تحسين تجربتكم في استخدام جهاز الفرقان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.